ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في شهر شعبان، كدنا أن نصل إلى وسطه، فبدون شك شهر رمضان الذي أكرمنا الله به ليس ببعيد. فهذه النعمة الكبيرة التي يهتم بها كل مسلم يجب علينا جميعا أن نستعد لها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسارعة إلى رحمة الله تعالى وإلى مغفرته عبارة عن الاستعداد للعمل الصالح، وعبارة عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعبارة عن مباشرة العمل الصالح الذي يقدمه المسلم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الآية جاء بعدها التفصيل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فشهر رمضان القادم من الاستعداد له ينبغي للمسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه، ولا يقول أني لم أرتكب في أيام الخالية أو في أيام الماضية لم أرتكب ذنبا من الذنوب أبدا. فالإنسان لا يدري، وربما سقط في معصية أو في مخالفة لم يلقي لها بال. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرجع إليه. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر عباده بالتوبة قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا يعني دعوة إلى التوبة لجميع الناس. ولذلك فلنطهر أنفسنا ونكون مستعدين لاستقبال هذا الشهر المبارك، لنعمل فيه من الصالحات، لنعزم فيه إذا دخل هذا الشهر المبارك ماذا نفعله، ماذا نقدمه لآخرتنا التي لابد منها. ولذلك أيها المسلمون، أيام الإنسان هي سعادته، أيامك التي تعيشها وأنت معافى وأنت تتمتع بالصحة التامة. يجب عليك أن تنتهز هذه الفرصة وتتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهناك نعمتان كثير من الناس مغبون فيهما، يعني يدخله النقص من قبلهما، وهما الصحة والفراغ.
فالإنسان إذا كان فارغا يستطيع أن يقدم كثيرا، والإنسان إذا كان صحيحا يستطيع أن يقدم كثيرا من الأعمال الصالحات. فأنت حدث نفسك إذا قدم إليك هذا الشهر المبارك وأنت صحيح معافا، ينبغي لك أن تستفيد من صحتك وأن تستفيد من فراغك. فشهر رمضان فرصة لا ينبغي للإنسان أن يضيعها، فرصة تأتيك في العام مرة واحدة، شهر واحد في العام مرة، وباقي الأيام أنت تعيشها مع باقي السنين، أو أقصد مع باقي الشهور ومع باقي الأيام. ولذلك ينبغي علينا أيها المسلمون أن نستعد لقراءة القرآن، وأن نستعد للتصدق في سبيل الله، وأن نستعد لذكر الله، وأن نستعد للقيام، وأن نستعد لكل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن كما قلنا أيها الإخوة سعادته أيامه، فأيامك هي عبارة عن عمرك، فأي يوم أنت ازددت فيه سعادة أو ازددت فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى هو يومك الذي يجب عليك أن تفرح به. أما اليوم الذي لم تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح فهذا اليوم وإن كان معدودا من أيامك ففي الحقيقة هو لا فائدة فيه بالنسبة لك. ولذلك الإنسان ما هو إلا أيام، ما هو إلا أيام معدودة، والأيام كالإناء كما يقال، كالإناء الذي أمامك تملأه بما شئت، إن شئت ملأته بالذهب والجواهر الحسنة أو تملأه بما لا فائدة فيه. ولذلك ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نكون مستعدين لشهر رمضان. كثير من الناس إذا ما دخل الشهر المبارك شهر رمضان بدل أن يقطعوه بالعبادة، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بتلاوة كتابه، بذكره سبحانه وتعالى، بالتأمل في آياته، بالجلوس في مجالس الذكر وحلقات العلم وما إلى ذلك، يقطعونه باللهو، يقطعونه باللعب. فالواحد يقول لزملائه تعالى لنقطع هذا اليوم بلعب الكرتة أو بأي لعب آخر، لا أبدا والله، وأنت شاب، الشباب هو وقت القوة، الشباب هو الوقت الذي يستفيد الإنسان منه، لأن الشاب هو القوي، والشاب هو المفكر، والشاب هو الذي يتمتع بالصحة البدنية والعقلية. ولذلك ينبغي عليك أن تصرف هذه النعمة في عبادة الله تعالى. ولذلك شوف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شابا نشأ في عبادة ربه. إذن أنا أقول لسائر المسلمين، أقول لهم الآن الفتن قد كثرت، وهذه الفتن ما كثرت إلا للابتعاد عن دين الله تعالى، فعلينا أن نعود إلى الله تعالى وأن نتمسك بدينه وأن نستعد للعمل الصالح في الأيام الفاضلة، في الأيام الفاضلة. ولذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر أنا أقول لكم فيه هذه الكلمة قبل أن يأتي، قبل أن يأتي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كثيرا في سائر أيامه، ولكن إن دخل رمضان كان يضاعف العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل وقت، ولكن إن جاء رمضان كان يضاعف قراءة القرآن،
بل كان سيدنا جبريل عليه السلام سفير الأنبياء يأتي إليه ويدارسه القرآن. يعني سيدنا جبريل ينزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن، ده في شهر رمضان. الراوي يقول: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل كان أسرع بالخير من الريح المرسلة، أو أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني عندما يأتيه جبريل وعندما تدخل تلك الأيام الفاضلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسارعته بالعمل الصالح كان أسرع من الريح المرسلة، فكان يتصدق كثيرا، كان يتصدق كثيرا على الفقراء والمساكين. ولذلك أنا أقول لإخواني الذين من الله عليهم بالأموال، من الله عليهم بفضله بالخير الذي ساقه إليهم، بلدكم هذا ككثير من البلدان فيه من الفقراء الشيء الكثير، فيه من المساكين الشيء الكثير، بل فيه من اليتامى ما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وفيه من الأرامل كذلك عدد لا يعلمه إلا الخالق سبحانه وتعالى، وفيه من المعوقين أيضا عدد كثير جدا جدا. ولذلك أنتم الآن في اختبار شديد يا أصحاب الأموال، هؤلاء ينتظرون منكم الرحمة بعد الله. الله جعل لكم هذا الخير لا لتمسكوه، بل لتنتفعوا به في هذه الحياة الدنيا، وتنتفعوا به يوم القيامة بما تقدمونه لهؤلاء الفقراء والمساكين. فسارعوا إذن إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الأموال أنفقوها في سبيل الله، أنفقوها في سبيل الله. من كان يخرج الزكاة فليخرج زكاته من الآن، من الآن فليخرج زكاته لوجه الله تعالى، من الآن فليخرج زكاته لوجه الله تعالى وليعطيها للفقراء، حتى إذا ما جاء هذا الشهر الفضيل يجد المسكين ويجد اليتيم ويجد الأرملة ويجد الفقير ويجد كل المحتاجين وبيدهم شيء، وبيدهم شيء. هذا أيضا يكون من الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل. إذن علينا جميعا أيها المسلمون أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي ذكرناها. وكذلك على المسلم أن يستعد لهذا الشهر الكريم بالمصالحة مع أخيه. هناك من الناس من كانت بينه وبين أخيه شحناء، من كان بينه وبين أخيه بغضاء، هناك كثير من الناس حصل بينهم التدابر، بل هناك من الناس من حصل بينه وبين أخيه المسلم مقاتلة ومشاجرة. هذه كلها أمور أيها المسلمون تبعد المسلم عن ربه. والإنسان طال عمره أو قصر لابد أنه ملاق ربه ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. فعلينا إذن أن نستعد للقاء الله بالتوبة إليه، بالعمل الصالح، بالمصالحة بيننا وبين إخواننا. لا ينبغي أن يأتي إليك شهر رمضان وأنت تضمر لأخيك المسلم بغضا،
تضمر لأخيك المسلم كراهية. أبدا والله، هذا ليس من خلق المسلم، ليس من خلق الإنسان. فالإنسان أيها المسلمون أي سبيل رآه يوصله إلى الله تعالى ينبغي له أن يسلكه، وأي سبيل رآه يبعده عن الله تعالى ينبغي له أن يتجنب ذلك السبيل. ومن السبل التي توصل المسلم إلى الله تعالى هي صيام رمضان. صيام رمضان أيها الإخوة، لو علم الإنسان ما يجده من الأجر والفضيلة والله لسارع إليه بكل ما يملك من أنواع الخير. ولذلك أنا وصيتي الأخيرة لإخواني المسلمين أقول لهم اتقوا الله ربكم، أوصيكم بتقوى الله التي هي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين من عباده. تقوى الله الذي إذا تمسك الإنسان بها وصل إلى الله سبحانه وتعالى سالما. وأخيرا أيضا أقول لكم لا تنسوا هذا البلد، بلدكم تشاد، لا تنسوه بالدعاء. إذا دخل رمضان لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البلد وأن يرزقه الأمن الدائم والاستقرار المستمر، وأن يؤلف بين قلوب أبنائه، وأن يرفع كل الفتن والمشاكل بين القبائل وبين الأفراد وبين كل الطامعين الذين يريدون أن ينقضوا على الآخرين، إنه سبحانه وتعالى البر الرحيم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأنا في البرامج الماضية في مسائل النكاح، وقلنا أن فقه النكاح فقه مهم لكل مسلم ومسلمة، لأن الزواج عبادة. طالما النكاح عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بطء أحدكم صدقة. الصحابة رضي الله عنهم قالوا أيأتي أحدنا شهوته تكون له صدقة؟ قال نعم، إذا وضعها في أرام كان له إثم، وإذا وضعها في هان كان له أجر. في ذلك النكاح عبادة، يتقرب العبد المسلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الإمام الدرديري رحمه الله سبحانه وتعالى: باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ونفقة وغير ذلك. لأن لما نقول نكاح أو عقد الزواج يتعلق أشياء كثيرة. مثلا كنا نكاح، فقه النكاح يتعلق بمسائل أخرى، هي الطلاق وأنواع الطلاق والظهار واللعان والرجعة والنفقة والإيلاء، هذه كلها تدخل في مسائل النكاح. والأصل في النكاح الندب، وتقدم في البرنامج أو الحلقة الماضية قلنا النكاح
تعتريه الأحكام الشريعة الخمسة، يكون واجب ويكون مندوب ويكون حرام ويكون مكروه ويكون مباح. هذا تقدم تفصيله في الحلقة الماضية. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: ندب النكاح، النكاح يكون مندوب، والمندوب معروف ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركا. إذا كان قالوا في الإسلام أو في الشريعة الإسلامية شيئا مندوب، بمعنى كان فعلت تلقى الأجر، وإذا ما فعلت ربنا ما بيحاسبك يوم القيامة. ولكن النكاح يكون واجب، واجب بمعنى إنسان خاف الزنا وله القدرة، بمعنى يتحصل الصداق ويستطيع أن ينفق هذه المرأة وله قوة تلجمة. معنى عندك مال تتزوج وعندك إيه مال تنفق المرأة، وأنت كذلك عندك أهبة لاستعداد الزواج. وهناك قلنا أن النكاح يكون حرام، يكون حرام إذا كان الإنسان ينفق المرأة من مال حرام، ما عنده مال حلال، إذا كان زوج ينفقها من حرام، إذن ده شيء. لكن إذا ما تزوج حتى بالمال الحرام، وإذا زوج لا ينفق إلا من حرام، وإذا ترك الزواج ده حيمشي يزنى. إذن أخف الضررين يتزوج ولو أن ينفق المرأة من الحرام، ولكن يجتهد لتحصيل المال الحلال، لأن أكل الحرام أقل من الزنا، لذلك يرتكب أخف الضررين. فالنكاح عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راجل نسلا. هذا هو التعريف، أي تعريف النكاح. كان قال لك النكاح ده شنو؟ الزواج، بمعنى نحن عندنا زواج وهو النكاح. يقول عقد لحل تمتع، وكلمة العقد لا يكون إلا بين ناس اثنين، في رجل وفي مرأة، زي يقول عقد البيع يكون بين البائع والمشتري، عقد الإجارة يكون بين المستأجر وكذلك المؤجر، كذلك يكون عقود أخرى، كذلك القراض، كذلك القرض، كذلك هناك أي حاجة تسمى عقد، معناته يكون بين اثنين أو أكثر. إذا كان شراكة مثلا يكون بين ثلاثة أربعة ناس يسوي عقد شراكة، هذا يسمى عقد. لكن هنا نقول عقد يكون بين رجل وامرأة لحل تمتع بأنثى، معناته يحلك هذا النكاح عشان تتمتع بأنثى ما بذكر، وهذا حرام. ولا أنثى تتزوج أنثى، هذا خلاف الفطرة أيضا، المرأة تزوج لها مرأة هذا حرام، وده خروج عن الفطرة. حتى البهائم لا ترضى بهذا. هل وجدتم بهيمة ما بهيمة أنثى ودي أنثى؟ لا. هل وجدتم بهيمة ذكر ما ذكر؟ لا. حتى البهائم تنفر من هذا الفعل. لكن الآن في هذه الدنيا نسمع زواج رجل برجل، زواج مرأة بمرأة، هذه مصيبة كبيرة في المجتمع الإنساني اليوم.
وبعض الدول تبيع هذا وتقننه بالقوانين والعياذ بالله. إذن الإسلام يقول النكاح هو عقد لحل تمتع بأنثى، معناته حلك أن تتمتع بأنثى. وهنا كلمة أنثى بمعنى لا يكون أنثى مشكل ولا يكون ذكر، يحلك تتمتع بامرأة أي بأنثى وليس بذكر، ولا أنثى ما أنثى كمان غير محرم. هذه المرأة الأنثى دي أنت بتزوجها هذا ما تكون من المحارم، والمحرم إما المرأة دي حرام عليك من جهة النسب أو من جهة الرضاعة أو من جهة السحر. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وشفت هنا وأمهاتكم التي أرضعنكم، أمك اللي رضعتك مش أمك اللي رضعتك، لا مرأة سواء قريبتك أو مرأة أجنبية رضعتك، ولو مصة ولو مصيت كده الديدة هذا سجي هذا معناته كده وخلاص خلاص مشى إلى جوفك، هذه أمك خلاص لا يجوز تتزوجها. لكن في زمن الرضاعة، وزمن الرضاعة هي إلى سنتين وزيادة بشهر أو شهرين العلماء يقولوا عند المالكية، مصة واحدة بس خلاص المرأة بتكون أمك وزوجها بيكون أبوك من الرضاعة، وإيالها بيكون أخوانك أو إخواتك من الرضاعة، وأخوات المرأة دي يكونوا خالاتك من الرضاعة، وأخوان أو أخوات الرجل ده بيسموهم أعمامك من الرضاعة أو عماتك من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم إيه من النسب. والسحر ما تقول المرأة دي سحرك أم زوجتك، هذا خلاص أم زوجتك ما تزوجها، لأن الأقد على البنات تحرم الأمهات، لكن الأقد على الأمهات لا تحرم البنات. كيف هذا؟ أنت سويت فاتحة للمرأة ما دخل بها شفتها بنتها أجمل منها خلاص المرأة دي أنا خليتها فكيتها خلاص طلقها، ما كنت تقول أنا الدير الفلاني دي يا أخي كيف هذا؟ تمش بنتها خلاص الشريعة كده ما حرمت، لو دورين تدوني أنا ما دخل بالأم خلاص، لكن لو دخلت بالأم خلاص تحرم أصولها وفروعها. كذلك الأخذ على البنات تحرم الأمهات ولو بغير دخول. أنت سويت فاتح نكاح للبنت خلاص، ولو ما دخل بها أمها حرام عليك، بنات حرام عليك، أمهاتها كذلك حرام عليك، جدات البنت حرام عليك، خلاص تحرم أصولها وفروعها. وكذلك تكون هذه المرأة أنت بتزوجها دي غير مجوسية. المجوسية ما ممكن المسلم يزوجها. المجوسية بمعنى إيه؟ الناس اللي بيعبدوا الأوثان، ما عندها كتاب ما عندها توراة ولا عندها إنجيل، خلاص هذه حرام للمسلم ما يزوج مجوسية. وكذلك لا يتزوج أمة كتابية. زمان كان في حاجة اسمها خديم وعبيد، والإسلام يقر هذا، نحن نتكلم عن الشريعة الإسلامية. ربنا يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. القرآن نقرأ إلى الآن الآيات موجودة، لكن هناك العبودية لها شروط، وهذا موجود في الكتب المسلم يرجع إليه. مو كش واحد يقول له كده أنت عبيد وأنت خادم، لا 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 لا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ المهم المسلم لا يتزوج امرأة مجوسية ولا خادم كتابية. معناته أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، معناته الدين اليهودي والنصارى. يا ناس أنا بقول لكم كلام،
في ناس بيقولوا النصرانية أو المجوسية ده قبيلة، لا هي ما قبيلة زي الإسلام، الإسلام ما عندهش قبيلة. إذا واحد يقول لك هو ده يهودي، معناته دخل في دين اليهودية، هو نصراني دخل في دين النصرانية، مش أي واحد أبيض يقول هو نصراني، لا لا لا، حيسمى رجل أبيض أو رجل أوروبي هيكون مسلم، يكون مسلم، يكون مجوسي، يكون نصراني، يكون بوذي، يكون يهودي، يكون بس مش أي واحد أبيض نصراني، لا، النصراني ده اللي هو دخل في دين النصرانية، واليهودي اللي هو اعتنق اليهودية. حتى اليهود بني إسرائيل ليسوا كلهم يهود، ممكن بين واحد إسرائيل ومسلم، هذين يسمون بني إسرائيل، بني إسرائيل أولاد يعقوب، لكن ممكن فيهم المسلم، فيهم النصراني، فيهم اليهودي، فيهم المجوسي، فيهم أيوه. إذن نفهم بكون كلمة الإسلام المجوسية النصرانية اليهودية هذه ديانات، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. إذن الزواج يكون بيكون ولي قاعد، المهل رجل لامرأة، والصيغة خلاص الزواج فتح، الزواج بثلاث أشياء خلاص لمينا، يلا بنت الولي أي نعم كويس، رجل منه فلان، مرأة شنو فلانة، خلاص يلا زوجني أو زوجتك وقبلت. ممكن الرجل ذاته يحضر، لكن بس تقيل شوية الرجل يحضر في محل الفاتح. أيوة، إذن يكون هناك فيه الولي والمهال زوج وزوجة، وبعدين يكون الصيغة زوجتني زوجتك بدون ذكر صداق وبدون شهود، خلاص النكاح تم، لكن لا يصح إلا بشهود اثنين وبصداق. ونسأل الله سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لفهم ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. صدق الله العلي العظيم. أيها السادة الحضور، كل واحد منكم باسمه ومكانته ولقبه، فإننا بكم، فإننا نرحب بكم جميعا في مجمع نور الإسلام. أنتم ضيوف القرآن وضيوف مجمع نور الإسلام. أيها السادة الحضور، جميعاً أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونقول لكم حللتم أهلاً ولذلتم سهلاً. أيها الجمع الغفير، جعل الله تبارك وتعالى مجمع نور الإسلام من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. جعلنا الله وإياكم من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
أيها السادة الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، غفر الله ذنوبكم وستر عوراتكم ورجعكم سالمين وقانمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاة الله ثم سلامه، الله مع الآل والصحب الكرام ومن أوصى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حق قدره ومقداره العظيم. أسست خلوة نور الإسلام لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية عام 2013 شهر 3 يوم 22، وعدد الطلبة الذين بدأنا بهم في هذه الخلوة آنذاك 18 طالب. والحمد لله بفضل الله وبعزم وهمة الأخ المؤسس وإخوانه المدرسين والمعاونين. نعم، منذ ذاك التاريخ حتى الآن قد تم تخريج 4 دفعات، والآن كما تعلمون وتشاهدون نحن في تخريج الدفعة الخامسة لحفاظ كتاب الله عز وجل الذين يساوي عددهم 63 حافظاً، ومن بينهم 4 نسوة و4 جوانا. والعدد الإجمالي منذ البداية وحتى الآن المخرجين في هذه الخلوة المباركة 263 حافظاً لكتاب الله. وكما بدأت هذه الخلوة بقلة الأشخاص، أيضاً بدأت بقلة المعدات. عندما بدأنا العمل في هذا المكان بدأنا بمظلتين بنيتا بالحطب والقصب، وآنذاك لم يكن لدينا ماء ولا بناء. والحمد لله بفضل الله ثم بفضل الإخوة المحسنين قد تم بناء هذا المجمع كما تشاهدون الآن. والآن له داخليتان، الداخلية الأولى داخلية الخلفاء الراشدين، والثانية داخلية أحباب الرسول، وهي التي تفتح في هذه المناسبة العظيمة. فهنيئاً لهذه المدرسة ومن تخرجوا منها، لعلمائها وطلابها مدرسينها ومدرسيها، هنيئاً لهم بهذا الأجر العظيم. ونود أن نوجه كلمة إلى أهالي هؤلاء الطلاب وأبن وإلى أمهات والآباء لكل الطلبة أن يوجهوا أبناءهم، فإن أبناءهم صغارا لا يدركون، فعليهم أن يوجهوهم إلى حفظ كتاب الله وحفظ علومه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعلوم التي تتعلق بها، والفقه الذي هو أساس الشريعة الإسلامية. فإنما الفقه هو الفهم وهو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة النقلية التي تتمثل في القرآن والسنة. وإن أبناءنا إنما هم أمانة في رقابنا في أعناقنا، وإننا مسؤولون عنهم، فكل واحد منا راع وكل راع مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى سيسأل كل راع عما استرعاه، أضيع أم خسر. اللهم تقبل هذه الخلوة ومن فيها، وبارك لهم فيما أعمالهم، وبارك لهم في أعمالهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وارزقهم خير الجزاء على ما قدموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني بل ويشرفني أن أحضر حفل تخريج حفظة كتاب الله الذين هم خير الناس وأفضلهم بنص الحديث النبوي الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل الله وخاصته. فاليوم أنتم فزتم
وفاز أهلكم بتاج الكرامة والوقار، فنحن نبارك لكم ونهنئكم بهذه المنزلة والمكانة الكبيرة التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. فالقرآن خير مكرمة وخير جليس وخير حلة يتحلى بها المسلم، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من الغبر يلقاه سنا متهللا. أبنائي حفظة كتاب الله، أنتم اليوم أكرمكم الله بحفظ كتابي وفضلكم على سائر خلقي واصطفاكم واختاركم لحمل كتابي، حيث قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كونوا على قدر المسؤولية، فالقرآن أمانة في أعناقكم، لا تفرطوا فيه ولا تتركوه يتفلت، فإنه أشد تفلتًا من الإبل في عقولها. حافظوا عليه وداوموا على قراءته ومدارسته في كل زمان ومكان. حقيقةً أن هذا اليوم هو فرحة العمر لنا كله، وفرحة السادة والسيدات والآباء والأمهات والإخوة والأخوات. هذه الفرحة طالما انتظرناها وتشوقنا للغياها، ولكن الحمد لله مجمعنا نور الإسلام اليوم أتم لنا هذه الفرحة التي هي ليس كباقي الفرحات، إنها فرحة حفظ القرآن العظيم. أقول لي ولإخوة الخريجين والخريجات هنيئا لكم، ثم هنيئا لكم بصبركم على القراءة وصبركم على الجهد العالي والعزيمة الرفيعة. صبرتم وصابرتم حتى الصبر صبر، وساهرتم الليالي ولم تستريحوا في النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. يجلس المسؤول والعامي كل في مكان واحد، فهذا دلالة على أن هذا المجتمع مجتمع فاضل.
كل واحد يجلس بجانب الآخر. والآن نجد حتى المسؤولين في الدولة والمسؤولين والسياسيين وغير ذلك والتشريعيين وغير ذلك ورجال العلم والعلماء والدعاة والكل يجلسون جنبا إلى جنب من أجل خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أجل تشجيع هذا الجيل الجيل القرآني الذي نتمتع به في مثل هذه السنين، حيث أننا تشرفنا بين الأمم بشبابنا الذين يشاركون في المسابقات الدولية ويحرزون فيها المقامات العالية المتقدمة في المسابقات الدولية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في هذه النعمة ويحفظها لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بلد هو يحوي مثل هذا المجتمع الفاضل، فلا شك أنه لا يخيب حقيقة، وهذه حقيقة واقعة. مجتمع فاضل بهذا الشكل فالله سبحانه وتعالى لا يخيبه، ولا بد من أن يحميه من كل سوء. ولأجل هذا البلد متزن في مساره، رغم أن هناك أمور تعصف به من كل جانب كما عصفت بالمجتمعات الأخرى بخلافنا، فهي تعصف بنا نحن بحمد الله سبحانه وتعالى متماسكين في مسيرتنا وفي مضينا نحو أهدافنا ونحو تحقيق حماية المجتمع والسلم الاجتماعي والرقي والتقدم بحمد الله سبحانه وتعالى، فنحن نسير في طريقنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا هذا البلد ويحفظ لنا هذا المجتمع ويحفظ لنا قادتنا في هذا المجتمع من رئيس الدولة وجميع مساعديه في قيام هذه ورعاية هذا المجتمع ورعاية مسيرتنا في الحال التي نحن فيها حتى نخرج على بر الأمان. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفي، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. صدق الله العظيم. إن مجمع عبد الله بن عباس بحارة فندوري استطاعت في هذه الفترة أن تقطع شوطا كبيرا في سبيل تحفيظ أبنائنا وبناتنا للقرآن الكريم، وهذه الجهود لم تأتي سدى، وإنما هنالك تضافر جهود من قبل إدارة ومعلمي المجمع. فإن مجمع عبد الله بن عباس لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه والدراسات الأكاديمية قد تم تأسيسه في 20 مارس 2015، ففي هذه المدة وبتوفيق من الله عز وجل وجهد جهيد وصبر ومصابرة وصلنا إلى تحقيق الهدف السامي الأول، حيث رأت مؤسستنا النور
وبدت تؤتي ثمارها، وهي تخريج حفاظ كتاب الله عز وجل. وكما تعلمون هذه الدفعة الأولى، وإن شاء الله ونتمنى من الله سبحانه أن يتوالى الدفعات. الحفل الكريم من أهداف مجمعنا هذا تعليم القرآن الكريم للناشئة من أبناء المسلمين وتحفيظهم إياه ليصبحوا خير الناس وأفضلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بفضل الله تعالى وتوفيقه اجتمعنا في هذه الصبيحة وفي هذه الجلسة المباركة ونحن في مائدة القرآن الكريم، جلسة تحفها الملائكة، جلسة كل من جلس فيها لا يخرج من هذا المكان إلا وهو مغفور الذنب، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أو في أي مكان يقرؤون القرآن الكريم ويذكرون الله تعالى إلا نادى عليهم مناد من قبل الله أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وذلك مصداقا لقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وليس هناك عمل أفضل من الاجتماع حول كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله. أيها الإخوة، اليوم نحتفل بهؤلاء الكوكبة، هؤلاء الشباب الذين حفظوا القرآن الكريم عن ظهر قلب، 60 حزبا في رأسهم. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وهي سعادة لمن حفظ القرآن الكريم، وسعادة لوالديه ولمعلميه الذين سهروا من أجله إلى أن أكمل حفظ القرآن الكريم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن ألبس والداه تاجا من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس. من قرأ القرآن ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور. هذا التاج النبي قال ضوءه أحسن من ضوء الشمس. فلذلك السعادة كلها في القرآن الكريم. النبي يقول في حديث: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والظل يوم الحرور والنجاة من يوم الحشر فاقرأوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله.